متابعينا الكرام في المملكة العربية السعودية، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير والمحبة. إليكم النشرة الجوية الأسبوعية لهذا الأسبوع الأول من شهر 5، شهر مايو، الذي نسأل الله يجعله شهر خير وبركة عليكم. نبدأ هذه التوقعات الأحوال الجوية بيوم الأحد، إذ تحظى المناطق الوسطى والشرقية من المملكة بأحوال جوية غير مستقرة تتمثل بتزايد فرص هطول الأمطار الرعدية بمشيئة الله تعالى، تشمل حفر الباطن، رفحاء، أيضا مناطق الشرقية مثل الجبيل، أجزاء من الخبر وربما الدمام، كذلك تشمل بعض المناطق الوسطى بما فيها القصيم والعاصمة الرياض. طبيعة هذه الأمطار قد تكون غزيرة في بعض المناطق، كما أنها تكون مسبوقة بنشاط في سرعة الرياح، الأمر الذي يزيد من فرص تشكل بعض الموجات الغبارية. كما ننبه بأن طبيعة هذه الأمطار تؤدي إلى جريان الأودية والشعاب، أحيانا تشكل السيول في بعض المناطق خاصة المناطق المفتوحة. تبقى فرص الأمطار الرعدية أيضا قائمة غدا يوم الأحد في المرتفعات الجبلية الجنوبية الغربية، تشمل مرتفعات مثلا مكة، مرتفعات الطائف، مرتفعات أبها، الباحة، مرتفعات عسير. هذه المناطق جميعا معرضة تشهد زخات رعدية من الأمطار، ونكرر التنبيه دائما من الابتعاد عن مجاري السيول في ظل هذه الظروف الجوية، حيث أن هذه الأمطار بالعادة تتسبب بجريان عالي للأودية وبالتالي تشكل للسيول. درجات الحرارة في مدن ومحافظات المملكة تكون مثلا في العاصمة الرياض 38 درجة مئوية، في جدة الأجواء مستقرة 32، في تبوك 34 وأجواء مستقرة، 33 في المنطقة الشمالية مع بعض الغبار، 36 في أجزاء المنطقة الشرقية، بينما تكون 22 درجة مئوية فوق مرتفعات وجبال جنوب غرب المملكة. يوم الاثنين تتراجع فرص هطول الأمطار عن المنطقة الوسطى من المملكة، لكنها تبقى قائمة في المنطقة الشرقية مثلا في الدمام، الفرصة مهيئة لبعض الزخات الرعدية من الأمطار، تكون العظمى 34 في الدمام، 36 في المنطقة الوسطى، 34 في المنطقة الشمالية، 35 في تبوك، و 32 في جدة. تبقى فرص الأمطار الرعدية أيضا قائمة فوق جبال جنوب غرب المملكة بمشيئة الله تعالى لنهار يوم الاثنين. يوم الثلاثاء ترتفع درجات حرارة في المنطقة الشمالية من المملكة مثلا في تبوك والحدود الشمالية، تكون 36 درجة مئوية، تبقى في العاصمة حوالي 36 لا تغيير، 35 درجة مئوية في المنطقة الشرقية، أجواء مستقرة بما فيها جدة 32 درجة مئوية، الأجواء في هذه المناطق جميعها مستقرة بمشيئة الله تعالى. تبقى فرص الأمطار الرعدية أيضا حاضرة في خاصة في القطاعات المرتفعة من المناطق الجنوبية الغربية من المملكة، وتكون العظمى 24 درجة مئوية. يوم الثلاثاء يوم الأربعاء ترتفع قليلا درجات حرارة حتى في المنطقة الوسطى، مع استمرار ارتفاع أيضا في المنطقة الشمالية، نلاحظ أنها تكون في تبوك 38 درجة مئوية، 39 درجة مئوية في الحدود الشمالية، والأجواء حارة وهي أعلى بالمناسبة من معدلات المعتادة، 38 درجة مئوية في العاصمة الرياض والمنطقة الوسطى، 37 درجة مئوية في المنطقة الشرقية، 34 درجة مئوية في المنطقة الغربية في جدة تحديدا، وتكون 25 درجة مئوية فوق المرتفعات الجبلية الجنوبية الغربية، مع تراجع في فرص هطول الأمطار الرعدية، لكنها تبقى قائمة كفرصة وموجودة بمشيئة الله تعالى فوق تلك المناطق. يوم الخميس تكون الأجواء حارة للغاية وأعلى بكثير من المعدلات المعتادة في عموم المنطقة الشمالية من المملكة، 39 في تبوك، 41 في الحدود الشمالية. ترتفع قليلا شيئا فشيئا درجات الحرارة في المنطقة الوسطى والشرقية، تلامس 40 درجة مئوية في كل من الدمام والرياض، تكون 32 درجة مئوية في جدة، بينما تكون 25 في جبال جنوب غرب المملكة، وتكون الفرصة مهيئة لهطول زخات رعدية من الأمطار بمشيئة الله تعالى في تلك المناطق، تشمل طبعا مرتفعات مثلا أبها والباحة ومرتفعات عسير، وربما تطال أيضا مرتفعات الطائف ومكة المكرمة. يوم الجمعة المزيد من ارتفاع درجات حرارة في المنطقة الوسطى، تصل إلى العاصمة الرياض إلى 41 درجة مئوية في ساعة النهار، 40 درجة مئوية في المنطقة الشرقية، الأجواء حارة للغاية في تلك المناطق، تراجع قليل درجات حرارة في المنطقة الشمالية ولكنها تبقى أعلى من المعدلات المعتادة في تلك المناطق، 38 درجة مئوية في الحدود الشمالية و 38 درجة مئوية في تبوك مثلا، تكون 34 درجة مئوية في جدة، وفرص الأمطار الرعدية قائمة في جبال جنوب غرب المملكة مع عظمى 26 درجة مئوية. إذن هذه كل ما لدينا بشأن التوقعات الجوية للمملكة خلال هذا الأسبوع الذي نسأل الله أن يجعله أسبوع خيرا وبركة عليكم جميعا. للمزيد يمكنكم تحميل تطبيق طقس عرب، دائما طبعا نحن معكم في أي مستجدات جوية. دمتم بخير، إلى اللقاء.